الفلسطيني ضيوف الشرف هذه النسخة الخامسة للدوري الدولي مولاي الحسن لكرة القدم. نزار الناجي رشيد الحديفي كذلك تفضل عنا الدكتور أخرف صديق الرياضيين والأخ سعيد الرياحي يونس شتي كذلك وكذلك السي حسن الراقي. مكرمين من طرف الليلة في مباراة القمة، من سيعبر في الفينال؟ أكيد الفتح الرباطي في تحدي مع أكاديمية جلالة الملك. الليلة هنا في انتظار من سيحسم اللقب بين هذا وذاك. سنعود بعد قليل لمجريات اللقاء لتاريخ كرة القدم. يا من يشتاق هنا في الليلة، يا من يشاهد، يا من يتعلق في كرة القدم بلغة الأرقام ولغة الألقاب، يبقى للجمعية تاريخ في البطولة الدولية. إلى هنا وإياكم نعود بعد لحظات في أجواء المباراة، ومن هنا وإياكم نتمنى أن تكون المباراة في أحسن الأجواء، في أجواء تسود الروح الرياضية بين هؤلاء الشباب الذين سيصبحون نجوم الغد. إلى هنا وإياكم نعود بعد لحظات لاستكمال بقية الأحداث والأحداث. يلا يا عيادة
على بركة الله انطلقت المباراة النهائية بين فتح الرباطي وفريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وستجري في شوطين، شوط 15 دقيقة لكل شوط، وبالتوفيق للفريقين وكذلك للحكام. وما نساوش كذلك أننا نتوجه بالشكر للرجال الأمن ورجال الوقاية المدنية على الحضور ديالهم معنا كذلك، وجميع الآباء والإخوان. Thank you.
اهلا وسهلا ومرحبا اعزائنا المشاهدين احبائنا اينما كنتم. الليله في مباراه القمه النهائي الاكبر هنا في مدينه طنجه العاليه. اكيد قبل ان اقول طنجه العاليه هي في حديث وخطوات من اجل النيل لقب دوري ابطال، ولكن الليله كلهم يرحقون من اجل اللقب في انتظار ان تصير المباراه، في انتظار من سيسجل الاول بين هذا وذاك. النهائي يبقى عصيم بين الرباط، ممثل للرباط الليله هنا اكيد اكاديميه محمد السادس في امتحان صعب امام ممثل الرباط ايضا العاصمي. الفتح الرباط الليله في تحدي اكبر وكبير جدا. نعود الى اجواء اللقاء، يبدا يشتعل منذ البدايه في انتظار من سيسجل الهدف الاول، في انتظار من سيضرب في اولى الذكريات. يمشي من جديد يا حبيرا، ولكن قبل ذلك اريد ان نكنى ونقول وان نراقب الاسماء. هم هنا يحتفلون في ليله من الايام ببطوله الابطال، مشكورين نهضه طنجه على هذا الاحتفال الكبير جدا، اكيد عرس كروي كبير جدا. نتمنى ان تكون ملحمة اخرى بعد النسخة الخامسة يا سياد، اكيد مشاركة متواضعة، مشاركة كبيرة وجذابة. الاسبان وبلجيكا وضيف شرفنا فلسطين، فمرحبا بهم الليلة هنا ومرحبا بهم في طنجة وفي بلدهم الثاني. المغرب يحتفل بكم يا ابنائنا. اكيد قبل هذا وذاك اريد ان اكني الاسماء، انا اقول النجوم، انا اعبر عن هؤلاء الصغار. يمشي رقم واحد لابناء الفتح الرباطي، اكيد الحارس الكبير الليله هنا في البطوله لحقق الوصول النهائي، رقم واحد حمزه جليل، رقم اثنين الولادي احمد، رقم 11 حسين حمان شقيقه ورفيقه لحسن حمان، رقم 8 رضا العلوي، رقم 13 زكريا الهاشمي، رقم 7 زكريا عمار، 4 محور الدفاع أناس مكاوي. في انتظار دخول الاحتياط دكة البدلاء السيد والرفيق، رقم 3 المدافع مادي عمار، رقم 6 وليد ماريكان، رقم 5 خليد. وفي وقت نكن وقول في انتظار أن يسجل الهدف الأول. بين هذا وذاك أعبر للفريق أكاديمية محمد السادس جلالة الملك، في انتظار في هذه اللحظات نتمنى له الشفاء العاجل هنا بين أحضان طنجة، بين أحضان الجماهير المتواجدة التي تحتفل هنا بمباراة أخرى للنهاية يا سياد. قبل أن تشتعل المباراة أريد أن أكن لاعبي الأكاديمية أسمائهم، كل واحد باسمه. الأول الحارس عيسى سيبا، الحارس الكبير الذي قدم مباريات كبيرة. في انتظار ان نعود الى اجواء، في انتظار ان يسجل الهدف الاول، في انتظار ان تشتعل المدرجات. اسبانيا بلجيكا والمغرب وفلسطين، الكل الليله سيحتفل، الكل الليله في عرس كروي كبير جدا. يمشي من جديد، يمشي من جديد يا حبيرو، يمشي عيسى يبحث عن رفيقه وصديقه الدفاع، اكيد يمشي محمد المدن هنا في النقطة يبحث وما زال البحث عن هدف الاول من اجل اللقب الليله. الكوب بطنجة يا ولدي، الليله هنا وممكن ان تكون قاسيه في مباراه النهائي. بين هذا وذاك الاحمر الفتح الرباطي في مواجهه الازرق، اكاديميه المغرب اكاديميه محمد السادس. الرباط الليله هنا في النهائي، النهائي يبقى من جهه واحده، من جهة أولى لا بديل ولا جديد. يمشي ولكن الحكم يقول يمشي ولد هيدا من الكبير، يمشي رقم 7 أكيد زكريا عمار. لا 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 لا، مش ممكن، مش معقول. اللقطة والدعم للجول، الله الله الله، ما لم يفعله المهاجمين. رقم 10 الله على لحسن حمان، عنده شقيقه ورفيقه
وجول. الهدف الاول يشتعل، المباراة رايحة الى وين؟ المباراة تشتعل منذ البداية. الله على الفتح الرباطي، الاحمر لحد الان يتسيد 1-0. الله يا الاحسن، الاحسن في احسن مكانه، حتى الجول الاول ويقول من جديد قريبا من لكوبا. الهدف يقترب والتعادل ممكن يكون، ولكن لا، مش ممكن، مش معقول. الى حد الان المباراة مازال لم تظهر مكاناتها، المباراة مازال لم تفح باسرارها، المباراة مازال لم تقل هذا الفائز ولا ذاك. ولكن الاحمر باسبقية جميلة يبدا الهدف الاول عن طريق الاحسن، ولكن يمشي يمشي من جديد، يمشي رضا، والله العلاوي يجيبها في الشبكة يا ولدي، لكن من جديد الدفاع يتدخل ويقتل من جديد ويمنع الخطر من جديد، يمشي من جديد. هنا اللاعب الكبير اكيد نجم الغد، هنا في انتظار ان يسجل هدف ثاني يقتل به المباراة. لكن بين هذا وذاك أكاديمية من حقهم البحث عن هدف أول، من حقهم أن يعدلوا النتيجة، ولكن مباراة النهائي دائما المفاجأة، وأي مفاجأة ستكون الليلة، وأي مفاجأة ستكون الليلة. أكيد كل العامل ما عنده، كله عمل عنده، كله قال كلمته، لأنك أن تصل للنهائي أمام جل الفرق الكبيرة جدا فتبقى بطل، لا حديث ولا حرج عنك. ايه هذه النقطة يا ولدي، امشي من جديد يا حبي، دور مع الكرة، ايه دور، ولكن الهوين الهوين في حالة التأهل من جديد يكسب النقاط ويكسب التأهل ويبقى في النهائي. الفتح الرباطي الى حد الان 1-0 للاحمر، 1-0 للفريق العاصمي. اكيد دون ان ننسى ان اذكر الطاقم التحكيمي، اكيد السيد بلال الزباخ، واكيد السيد سفيان خرزان، خالد طالبي، هم من يحكمون، هم قضاة هذه المباراة. امشي من جديد، رقم 7 قلت لك اختار. سلامات للحارس، سلامات للحارس، سلامات لك يا عيسى، عسى ان تكون عصابة، عسى ان تكون وترجع من جديد. نتمنى السلامات للحارس على ارضية الميدان، في انتظار العودة، في انتظار الميعاد، في انتظار العودة لمجريات المباراة. اكيد الفتح الرباطي الى حد الان يعلن على انه سيد المباراة، يعلن على انه مايسترو المباراة. اكيد نهائي مشتعل جدا، نهائي كبير جدا، فانتظار العودة للمباراة. نعود من جديد للاجواء، اكيد الفريق اتحى الرباط في هذه الليله واشعل المباراه بهدفين، هدفين منذ الاسبقيه في الشوط الاول حامي جدا، في الشوط الاول اراء من جديد ان الفتح الرباطي ادى مباراه كبيره، مباراه جيده في هذا النهائي، في انتظار ان يضرب الفريق المنافس، في انتظار ان يظهر الفريق الثاني، في انتظار ان تسجل الاكاديميه لكي يحلى ويشتعل الديربي وتشتعل المباراه. ديربي الرباط، ديربي العاصمي، في انتظار ضربه خطا هنا، في انتظار سلامات هذا اللاعب لحسن حمان، هنا الساقط على ارضيه الميدان، في انتظار ان تقدم الاسعافات، وانتظار ان تعود الاجواء الى مدوره من جديد لكي تدور الكره بين الفريقين، الازرق والاحمر، الازرق بالوان السيتيزن والاحمر بالوان، وهون بالوان الارسنال.
اكيد هنا الليله الفريقين يبحثان عن الامتياز ويبحثان عن لقب النسخه الخامسه لدوري الدولي المنظم من طرف نادي طنجه. هنا اللقاء ساخن جدا، هنا الفريقين اكيد الفريق الكبير والمتميز، فريق الذي قدم اداء رائع، اجواء رائعه في جل مبارياته، اقصى الفرق الكبيره اكاديميه محمد السادس الذي لا نقلل من اهميته، الذين قدموا انجازات كبيره سواء من ايمن السربوع، محمد المدن، حسام الكبير، علي اسماعيلي، هدام اشتار، عمر عمري، ياسين خراس، اكيد كلهم ابناء الرباط يقدمون مباراه كبيره جدا في انتظار الهدف الذي سيعود في المباراه، في انتظار من سيسجل. هنا الامتياز ممكن ولكن لا، ايرا برا اوت، المباراه في انتظار ان يسجل هدف التعديل من فريق أكاديمية محمد السادس. هنا الركنية، هل ستأتي بجديد أم ستبقى المباراة على حالها؟ بانتظار هدف آخر، بانتظار أن يسجل هدف آخر، تسجل هدف آخر يشتعل بها المباراة، بانتظار الرؤوس ومن سيضرب في هذه اللقطة. الكرة تذهب إلى برا إلى خارج الميدان، إلى الحارس المتواضع حسان السيبا، عيسى السيبا هنا أمامنا، أمامنا وراء هذه الكرة في انتظار أن يقدم كلا الفريقين جديدهما في المباراة. العودة بمزيد والعودة هؤلاء إلى الشمال، ما زالوا يعبرون، أكيد قدموا مباريات كبيرة جدا. شكراتنا للجماهير الحاضرة، للجماهير المتوافدة، للجالية المتواجدة هنا وهناك من أجل مباريات القمة، من أجل مساندة هؤلاء الصغار، هؤلاء الذين سيصبحون نجوم الغد. يمشي من جديد، أخطير رقم 7، أخطير والله أخطير، ممكن الله زكريا للتاني، للتاني يا ولدي، مش ممكن مش معقول. في الشوط الأول قبل نهاية الشوط الأول، الثلاثية الرائعة الرهيبة للفريق الأحمر لممثل الرباط، أكيد 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 يسجل الثاني والثالث للفتح الرباطي. 3-0 في المباراة، 3-0 في المباراة، أكيد مباراة القمة، مباراة بشكل واحد، مباراة الأحمر، مباراة من جهة واحدة، مباراة ما زلنا نبحث عن اتفاق الفريق الثاني، ما زلنا نبحث، أكيد الشوط الأول ينتهي والعودة في الشوط الثاني، أكيد ينتهي بـ3-0، تشكراتنا لهؤلاء النجوم، قدموا أداء جيد في انتظار الريمونتادا في الشوط الثاني. الاستاذ معلق المباراة، ارحب سعاد الحق بقات الدكتور سعاد الحق بقات المدير الرئيس المدير ديال مدير النادي الرياضي ديال نهضة طنجة، مرحبا بك سعاد الحق، نهار كبير هذا. ونعطي كذلك معهم الميكروفون الى شوارع اكادير، تفضل سي دابين، مرحبا بك دائما مدينة طنجة. نعم نعود للاجواء، اكيد المباراة مشتعلة، هنا حفلات، الاول قد ياتي لكن اكيد ندخل من جديد، المباراة هنا حتى الان المعطيات تقول عن ان الفتح الرباطي يضع رجله في حمل لقب هذا الليلة، في حمل لقب هذه النسخة، اكيد في 3-0 ممكن ان نقول ان المباراة الى جهة واحدة. الكبير والمتواضع والجميل جدا، الاسمران الكبير لحسن حمان اللي يلعب مع شقيقه مباراة الليلة، اكيد مباراة الامتياز، مباراة اللقب، مباراة اكيد تعبد من يفوز في اللقاء، الى حمل لقب هذا العام، الى حمل مش على هذا العام.
اكيد ونحن نعاين الاجواء. هنا اللقطه من جديد، اربع خطا للفريق الاحمر، هنا الاحمر بالابيض، واكيد يبحث عن هدف الرابع وقتل المباراه في انتظار العوده واستعاده الاحقيه واستعاده الابطال لاجواءهم وقواتهم. اكيد مبروك 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 لحد الان في انتظار عن الريمونتادا. ستبقى المباراه الى حد الان 2-0، الحكم يقول قاد المباراه. هناك تسلل اوفسايد للفريق اكاديميه محمد السادس، هنا الامتحان الصعب امام الاكاديميه في ديربي الرباط ديربي العاصمه. وهنا نود ان اشكر الجميع، الجماهير الخاطره والغفيره من اجل مسانده هؤلاء الاشبال، هؤلاء الصغار. الله على كرمته هؤلاء.